وصلت البعثة المصرية من باريس إلى القاهرة بعد نهاية رحلتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، وعلى رأسها الثنائي أحمد الجندي وسارة سمير المتوجين بميداليتي البعثة المصرية في اليوم قبل الأخير من الأولمبياد. وكان في مقدمة استقبال البعثة المصرية اللاعب محمد السيد الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس. يشار إلى أن البعثة المصرية قد أنهت منافسات أولمبياد باريس برصيد 3 ميداليات ذهبية فضية برونزية في المركز 52 بجدول الترتيب.